أنا دكتور حلمي السراجي، أستاذ ورئيس كرسي في جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتخصص في أمراض السكر والغدد والهرمونات. اليوم بأتحدث عن العلاقة بين السمنة ومرض السكر، والحقيقة العلاقة علاقة وطيدة جدا. 80% من المصابين بالسمنة بيظهر عندهم مرض السكر، وبالتالي مهم جدا ان احنا نمنع او نعالج السمنة لمنع حدوث مرض السكر او الوصول لاحسن علاج لمرض السكر. طبعا السمنة منتشرة جدا مش في مصر بس، في جميع انحاء العالم، وبالتالي دي مشكلة عالمية مش مشكلة محلية. الغذاء المناسب، التمارين الرياضية، العوامل الوراثية، كل الحاجات دي بتتداخل في علاج مرض السمنة. زي ما قلت، المريض بالسمنة الجسم بالرغم ان هو بيفرز هرمون الانسولين اللي بيأثر على نسبة السكر في الدم، الجسم غير قادر في وجود مرض السمنة انه يستعمل هذا الانسولين. دي بنسميها المقاومة للانسولين. مجرد ان الشخص بيفقد جزء صغير من وزنه، اقول 2 لـ3 كيلو جرام، بيتحسن بعد ذلك قدرة الجسم على استعمال الانسولين الداخلي اللي بيفرزه الجسم، وبالتالي ممكن منع حدوث مرض السكر من البداية. الأشخاص المصابين بمرض السكر لو اعتنينا ان احنا نخلي الوزن بتاعهم قريب من المثالية، يعني مش عندهم سمنة مفرطة، ولو قدرنا ان احنا نوعيهم بالأكل المناسب لمرضى السكر، وإذا قدرنا ان احنا نشجعهم على ممارسة الرياضة، ومش شرط تكون ممارسة رياضة بالمعنى المعروف لنا بالنسبة للرياضة، 10 دقائق او 15 دقيقة من المشي مناسب جدا جدا، وممكن تخفض نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة. نصيحتي لمرضى السكر ان هم يسمعوا للأطباء المعالجين لهم، يحاولوا يحافظوا على الوزن المناسب، يحاولوا يأكلوا الغذاء المناسب لمرضى السكر، يحاولوا يمارسوا بعض الرياضة من ضمنها رياضة المشي، وطبعا لازم ياخدوا العلاج في أوقاته المنتظمة، لازم يقيسوا نسبة الدم في السكر يوميا، وطبعا متابعة مع طبيب مهمة جدا جدا. أرجو لكل مرضى السكر التوفيق. شكرا.